ويلي شهادة. ما أسمع معكم حبيبكم دهية اللي تحبكم قد الدنيا، واليوم جيت أشارك معكم أهم أسباب والأسرار اللي إذا اقتنحت بها راح تكتسب ثقة في نفس جبارة لوحد الدرجة أنه تا واحد في هذه الحياة ما راح يقدر يهرسك. هذه الأسباب وهذه الأسرار إذا عملت بها راح تكون من أهم أسباب النجاح تاعك في الحياة، ومهما كانت الظروف تاعك راح تقدر تنجح صدقني. عبالي بلي بزاف ناس يبغوا فيديوهات تفكر بصوت عالي، لانكم في هذه الفيديوهات راح تكون معكم انسانه حبوبتكم، انسانه عفويه طيبه بهلوله درجيه حد كل شيء في هذه الفيديوهات. نطلق روحي ما عباليش بكاع الناس يقولوا، ما عباليش بكاع الناس شعاد يعلقوا، لاني راح نكون على طبيعه تاعي وراح اشارككم صوالح اللي حتى واحد ما راح يقولها لك، وحتى اللي يقولها لك ما راحش يعرف كيفاش يوصلها لك. وبما انكم حبابي ونبغيكم حب صادق، لازم عليا نقول لكم هذا الهضر، ولازم عليا نحل لكم عينيكم على بزاف صوالح. المهم تابعوا هذا الفيديو حتى النهايه وما تنساش اللايك، لاني لما اشوف لايكات بزاف نولي نكثر من هذه الفيديوهات. اوكي حاجه اخرى، ما تنساش الاشتراك في القناه في الزر الاحمر اللي جاي داير كيما هكا اذا كنت جديد اكيد، ونحبكم ونموت عليكم. باي. السبب الاول واللي هو من اهم اسباب النجاح والثقه في النفس هو رحم الله إنسانا عرف قيمة نفسه. راك نشرح لكم بدارجة. شوف نتايا راك تشوف فيها دركا، ولا نتيا اللي راك تشوفي فيها دركا، عبالك بلي من أول إنسان على وجه الأرض إلى آخر البشر اللي غادي يعيشوا ما كانش واحد كيفك. جاتك بيزار ما جاتكش بيزار، حقيقة روح في جوجل وحوست عليها راح تلقاها، راح تلقى العلم اثبت باللي نتايا الانسان اللي تشوف فيه دركا انسان مميز، انسان مميز. ما كانش تاريخ لن يعيد شخص مثلك. وبما انك انسان مميز لازم تعرف تعطي قيمه لنفسك. شوفوا حياتنا كاع كيما دارت تتبنى على قناعات تاعنا، الناس اللي نمشوا معاهم، خياراتنا، قياراتنا بعدك، قراراتنا، الحياة اللي راك عايشها كامل تتبنى على انتايا واش راك مقتنع. لازم تقتنع في نفسك انه انتايا انسان مميز وانت شخص مهم في هذه الحياة، والاهم انه انت عندك كيان وعندك قيمة وعندك وجود وغير مسموح لاي انسان مهما كان انه يدي لحقك، يدي منك حقك، وغير مسموح لأي إنسان ولا لأي شخص مهما كان أنه يعفس عليك، وغير مسموح لأي إنسان ومهما كان أنه يستصغر من قيمتك ولا يحطك خيار تاني. الهضرة تاعي هذه كاين شي ناس ما قدوش يفهموها، يمكن لأنهم صغار في اللاج، لكن مع الوقت راح يفهموها، راني متأكدة عندي ثقة فيكم. وهضرتي تاني هذه تقيلة على شي ناس، كاين شي ناس تقيلة على قلبهم الهضرة تاعي، علاش؟ لأن كلمة الحق مرة. وأنا هنا راني جاية باش نشارك معاكم صوالح اللي نتوما تحتاجوها، راني جاية نلعب الدور، راني جاية نكون الإنسان اللي ما تلقيتهش، اللي أنا نفسي ما تلقيتوش. نحاول نعطيكم صوالح اللي تحتاجوهم. شوف لازم عليك تقتنع أنه نتايا تستحق الأفضل دائما، وما تقبلش، ممنوع انك تقبل بانصاف الحلول، وعمرك ما لازم انك توافق على حاجه انت في الداخل تاعك ما راكش راضي عليها، ولا دير حاجه انت في داخلك ما راكش راضي عليها. عمرك ولا تمشي مع انسان ما راكش عارف بدايته من اخره. عبالي هضرتي صعيبه، بصح عندي ثقه فيكم انكم قادرين تفهموها. عرف قيمة تاع روحك، قيم روحك. لما تعرف قيمة تاع نفسك وتقيمها راح تدرك انك تستحق الافضل، ولما تقتنع انك تستحق الافضل راح تعمل على الافضل وراح تعطي نفسك الافضل وتختار ما هو الافضل. فهمتوا كيفاش؟
لما تقتنع بأنك تستحق الأفضل راح تكون إنسان ناجح في الحياة، لأن الإنسان الناجح في الحياة هو الإنسان اللي يختار ما هو الأفضل ليه وللعائلة تاعه. أكيد حاجة تانية، ولما تعرف القيمة تاع نفسك راح تكون عندك الثقة في النفس تاعك. شوف ولا شوفي، رغم أن الهضرة تاعي خطاش مشي ما قدوش كامل الناس يفهموها ولا يستوعبوها، لكن لازم عليك تعرف حاجة مهمة، وهي أنه أصعب حاجة أنك تديرها في حياتك هي أنك تعرف أنت شكون. كي راني نقول تعرف أنت شكون عينية، مانيش قاصدة أنت يا بنت فلان يسموك كذا عايشة كذا، لا هادو كاع تفاهات، كاع نعرفو سنواتنا وكاع نعرفو رانا عايشين وكاع نعرفو ديك البلا بلا 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 بلا، ما نستحقوش واحد يقولها لنا. بصح تعرف أنت الداخل شكون، هادي أصعب حاجة. أعرف نفسك تعرف الكون، أعرف نفسك تعرف العالم. نحس روحي فيلسوفة درك راني نهضر هضره صعيبه بصح الله غالب، لازم عليا نقولها لكم، لازم عليا نعطيكم هذا الصوالح باسكو كون ما نقولكمش انا ما كاش واحد اخر غادي يقولها لكم. كاش كاش انا نفسي ما تلاقيتش هذا الانسان، حوست في جوجل، حوست في اليوتيوب، حوست بارتو، ما لقيتش انسان يكون قاصح، ما لقيتش انسان يفهمك بالطريقه اللي راني فاهم فيها. انا نهضر لكم بالدارجه باش نكون نوصل لكم. المهم هذه حاجه مهمه. الحاجه الثانيه واللي هي الاهم من كل شيء، لا تجعل الناس الناس ناس ناس براويه ناس 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 محور حياتك. شوفوا انا بالعين نتبهلل معاكم زعقه معاكم كيما هكا باش تحسوا بلي انا اختكم وحبيبتكم وزعقه معاكم، تحسوش بلي انا برانيه. المهم حاجه ثانيه ومهمه، لا تجعل الناس محور حياتك. علاش؟ لانه الناس يحكي ما داروا يحبوك انك تكون بخير وتكون مليح، بصح حتى واحد فيهم ما راح يحبك يخبك بعدا، يحبك ان تكون افضل منه الا امك وبوك. امك وبوك فقط اللي يجي عندك ويقول لك راني باغيك تكون خير مني يا ولدي. كاين ولا ما كاينش؟ سؤال لكم وقولوا الصراحه وكتبوها لي في التعليقات، كاش نهار جا عندك واحد قال لك راني باغيك تكون خير مني ابار امك وبوك؟ ما يجيش عندك، بالعكس كي يشوفك خير منه يحسدك يغير منك. هذا هو الواقع اللي رانا عايشينه يومينا هذا. لازم عليك تعرف ان الناس ما يحترموش الانسان الطيب، وانما يعفسوا عليه ويبروفيتوا منه. هذا هو الوقت اللي رانا عايشين فيه. الناس راني في الزوجه، الناس ما يحترموش الانسان المحترم، لانك مهما كنت محترم ومهما كنت في اخلاق قمه في الاخلاق، غادي يجي واحد يجيب فيك عيوب ما تكزيستيش كاع، عيوب انت مش موجوده فيك اصلا، غادي انت تخلع في الهضره تاعه. هذا هو الواقع اللي رانا عايشينه يومينا هذا. وللاسف مهما كنت غاية إدراك إرضاء الناس غاية لا تدرك. الناس تحترم وتقدر وتوقف وتدير تحية فقط وفقط للإنسان الناجح، ديرها في بالك. أما الهضرة تاع الناس قيسها موراك، لأن الناس غادي تهضر كاع صوالح باه يحطموك باه يشوفوك تحت منهم، لأن أنت واحد ما راح باغيك تكون خير منه أبار أمك وبوك عينيا. كان ولا ما كانش؟ لانه اذا بديت تبني قراراتك على اساس واش يقولوا الناس اللي هما ما عندهم حتى اي علاقه بيك، ما غاديش يصرفوا عليك وما غاديش يدخلوك الجنه وما غادي يديروا لك وما يزيدوا فيك ما ينقصوا منك، وهذه حقيقه مره بصح حقيقه. شوف التاريخ كاع الناس اللي داروا صوالح كبار في حياتهم كاع الناس كانوا ضدهم، وهذه هي النقطه الثالثه. النقطه الثالثه لازم عليك تعرف انه اصعب مرحله هي مرحلة البداية هي أصعب مرحلة. علاش؟ لأنك غادي تكون في البداية، غادي تكون صغير، ما غادي يكون عندك والو، غادي تكون ضعيف، غادي تكون يعني ما عندكش بزاف دراهم باش تبدا بالمشروع تاعك، وغادي تكون كذا وكذا وكذا وكذا، والناس اللي رانا معاهم في الوقت اللي رانا فيه حقارين، يحضروا بالعين عينية، قولوا تاني ما كاش منها. الوقت اللي رانا فيه صعيب، سمعتوني كيفاش؟ غادي في البداية تاعك تتعذب، غادي تعيا وغادي كرعيك يحفاو، بصح شهواله كي تكمل مرحله تاع البدايه وتبدا وتنجح عينيا تماك كاع الناس تدير لك هاك. كاينه ولا ما كاينش؟ فهمتوني كيفاش؟ في البدايه لازم عليك ما تفقدش الامل. شوف انا كي نقول لك ما تفقدش الامل وما تستسلمش، تصرمنا في حياتنا مراحل في الحياه تاعنا نعياو فيهم، نقولوا صاي ملي عييت غادي نخلي كل شيء موراي، بصح لا، لازم عليك تستجمع مهما كنت ضعيف، لازم عليك تستجمع القوة تاعك باش تكمل في الطريق تاعك وباش
تبني الحاجه اللي راك باغيها وباش توصل للمشروع اللي راك باغيه، سواء كيف قرايتك في الخدمه تاعك في الزواج تاعك في اي حاجه في اي حاجه. اوكي، وعلاش راني ندير هاد الفيديوهات؟ باش نقويكم، خاطر عبالي كاين بزاف ناس تلقاو غير السلبيه حدانا، تلقى غير السلبيه، ما كاش واحد ولا وحده ولا ما عباليش يعطيك حاجه اللي يزيد فيك غير اللي يقلع منك. حتى الهضره تاعهم زعما كي يدير لي واحد حاجه باش يهضر معايا وزعما على اساس انه يدير فيا خير ولا على اساس انه يعطيني طاقه ايجابيه، قلبي يقول لي هذاك انسان مفبرك راه يدير فيها غير بالعاني، باه يقول لي راني ندير فيها عبالي بلي ما فهمتوهاش. سامعينيش قليل وتلقى انسان صادق معاكم، على بيها راني جيت هنا باش نقول لكم هذه الهضره اللي عبالي بلي بزاف ناس ما يفهموهاش وعبالي بلي ثقيله على بزاف ناس، بصح اللي يدخل من الكلب اللي يخرج من الكلب يدخل الكلب. وعندي ثقه فيكم، اذا اليوم ما فهمتوش واش راني نقول في المستقبل غادي يدير هذا الفيديو تعاوده وتفهم ليه هي واش راهي تقول لك، وراح تعرف بلي صوالح اللي راني نقولهم لك اليوم ماشي اي انسان يقولهم لك. المهم نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم وما نكونش طولت عليكم الهضره، ما قري عبالي بلي بالك 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 طولت عليكم الهضره، بصح نورمال اي يوم بعد طولت عليكم الهضره، راني جايه نهضر معاكم جماعه معاكم. كي تكون عندك صاحبتك في الدار ولا كي تكون جماعه معاها كي تحكي معاها 4 دقائق ولا 10 دقائق غادي تشبعيها، ما غادي تشبعيها. الا كنت تبغي انسان ما راح تشبع منه، انا هاكا معاكم نبغيكم نبغي نحكي معاكم نبغي نتشارك معاكم هاد الصوالح، ما رانيش كل يوم ندير لكم فيديو فكر بصوت عالي، راني ندير خطره في الشهر. الفيديو راح كمل، راني كملت الهضره وراني كملت كل شيء، ونتمنى تكونوا استفدتوا، والا كنتي ديجا تعرفي هاد الصوالح برافو استعرب بيك، ونتمنى لك انك يعني نجحت في حياتك اكثر اكثر وانك تكسبي الحكمه والمعرفه اكثر اكثر في المستقبل. لكن ما تكونيش بخيله وحاولي انك هذا الفيديو تشاركيه مع اكبر من عدد من الناس، لانه اذا انت يا ربي عطاك يعطيني عطاك الحكمه وعطاك انه نور لك الطريق تاعك، هذا يعني ماشي معناها انه كامل الناس راهي حياتهم بيرفكت، كاين بزاف ناس يحتاجوا هذا الفيديو، كاين بزاف ناس يحتاجوا هذا النوع من الكلام انه يسمعوه حتى لو كانوا يعرفوا مليح الانسان يفكر خوه. عبالي اكثر هضره صالح اللي قلتها تعرفوها، بصح كي فكركم على الطريقه تاعي مليح شاركي هذا الفيديو ما تكونيش بخيله. حاجه واحده اخرى هو ما تنساش دير لايك والاشتراك في القناه اذا كنت جديد، نحبكم نموت عليكم.